بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي أول كلمة دعوية مسجلة لي، أردت أن أجعلها مقدمة لجميع الكلمات اللاحقة لها إن شاء الله، وهي ليست كلمة دعوية بقدر ما أنها شهادة واعتراف وسؤال. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، واعتراف أن ما بي من نعمة فمن الرحمن، وما بي من معصية فمن نفسي ومن الشيطان. وسؤال أن يغفر الله ذنبي ويستر عيبي ويكفر عني سيئاتي ويقبلني عنده سبحانه ويضع لي القبول في الأرض. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ما لا تعلمون وأن يجعلني خيرا مما تظنون. وما كان لي أن أبدأ كلماتي إليكم إلا من هذا المنطلق، ووجدت أن جميع ما ذكرت قد أجمله الله عز وجل في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. عن شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. اللهم، هذه كلمة تدل على الحاجة إلى الله عز وجل، هذه كلمة تدل على الخطاب الموجه إلى الرحمن سبحانه وتعالى، هذه كلمة كلمة دعاء، إثبات وبيان إلى ضعفنا وحاجتنا إلى الله عز وجل. كلمة اللهم متجهة من كل عبد إلى إلهه الواحد الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى. كلمة اللهم موجهة من الضعيف إلى القوي، من الذليل إلى العزيز، من الفقير إلى الغني، من العبد إلى الرب سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فمن منا ليس في حاجة إلى الرحمن سبحانه وتعالى؟ من منا ليس في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى؟ من منا في غير حاجة إلى الدعاء؟ كلمة اللهم هي الصلة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى، فإذا انقطع الدعاء انقطعت الصلة بين العبد وربه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. اللهم أنت ربي توحيد ربوبية، لا إله إلا أنت توحيد ألوهية، خلقتني توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق كل الخلق والذي تكفل لهم بالرزق سبحانه وتعالى، أي أن توحيد الربوبية هي العلاقة ما بين الرب والمخلوق، أي أنها هي العلاقة من الرب إلى المخلوق. أما توحيد الألوهية فهي العلاقة من العبد إلى الإله المستحق وحده للعبادة، فهي توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. فتوحيد الألوهية هو توحيد الله عز وجل الذي لا أحد يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى. خلقتني هو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وقدراته سبحانه وتعالى، وأن لا أحد مثله سبحانه وتعالى. الله عز وجل نوحده جلالا له، ولأنه صاحب الكمال والجمال والإجلال، فنحن رضينا بالله عز وجل لكمال ألوهيته ولكمال ربوبيته ولكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى،
ورضينا بكماله سبحانه وتعالى، ورضينا بكمال دينه سبحانه وتعالى، ورضينا بكمال رسوله صلى الله عليه وسلم لرضاه عنه نبيا ورسولا، فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ورضينا بعد كل ذلك أن نكون لله عز وجل عبادا له سبحانه وتعالى. فلذلك نقول خلقتني وأنا عبدك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا عبدك، أنا عبد لك وحدك يا ربي، ويشرفني أن أكون لك ذليلا سبحانك، أن أكون لك فقيرا سبحانك، أن أكون لك ضعيفا سبحانك، فأنا لك عبدا وأنت لي ربا، إني رضيت أن أكون لك عبدا ورضيت أن تكون لي إلها سبحانه وتعالى، والمستحق وحده بالعبادة، وأن لا نعبد سواه سبحانه وتعالى، ولا نحمي جباهنا إلا له سبحانه وتعالى، فنحن أعزاء إلا على الله عز وجل، فنحن له أذلاء، ونحن أعزاء على كل شيء به سبحانه وتعالى، ونحن أغنياء عن كل شيء إلا له سبحانه وتعالى، فنحن له فقراء، ونحن أقوياء على كل شيء إلا له سبحانه وتعالى، فنحن له ضعفاء. نحن لله عز وجل في غاية الحاجة، وفي غاية الذل، وفي غاية الانحناء، وفي غاية الضعف، وفي غاية الفقر، فنحن لله عز وجل عبادا، وهو لنا ربا وحده سبحانه وتعالى، لا نسأل غيره، ولا نذل لغيره، ولا نحتاج لغيره، ولا نضعف لسواه سبحانه وتعالى، لا إله لنا غيره سبحانه وتعالى. رضينا به لكمال ألوهيته، ولكمال ربوبيته، ولكمال أسمائه وصفاته، رضينا بالله عز وجل، اللهم إنا رضينا بك، ورضينا بدينك، ورضينا برسولك، ورضينا أن نكون لك عبادا، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فما هو العهد؟ وما هو الوعد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه، الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق الله على العباد ألا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم. فهذا هو العهد، وهذا هو الوعد. العهد ألا نشرك بالله عز وجل، والوعد ألا يعذبنا الله سبحانه وتعالى. هذا العهد وهذا الوعد ما استطعنا، ما استطعنا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. الاستطاعة. الله عز وجل قال في سورة الفاتحة التي قال عنها العلماء أنها هي التي جملت القرآن، أن القرآن كله قد أجمل، جمع، لخص في سورة الفاتحة، وقالوا أن سورة الفاتحة قد أجملت ولخصت في كلمة واحدة، إياك نعبد، إياك نعبد، وإياك نستعين. فإننا لا نستطيع أن نعبد الله عز وجل إلا إن أعنا سبحانه وتعالى على عبادته سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، فإنا لا نستطيع أن ندخل الجنة إلا إذا اجتزنا المكاره، وإنا لا نستطيع
ألا نقع في النار إلا إن اجتنبنا الشهوات. فإن حلو الدنيا الطاعة، نحن محاربون عليها بالشهوات والشبهات، وإن قبح الدنيا مزين إلينا، مزين إلينا، فنحن لن نستطيع أن نطيع الله عز وجل إلا إن استعنا به سبحانه وتعالى. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال الله عز وجل: إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك يا ربي من شر ما صنعت نفسي، أعوذ بك يا ربي من نفسي التي بين جنبي، نفسي وشهواتي وذنوبي تهلكني وتهلك جسدي، نفسي ذنوبي، أعوذ بالله عز وجل من نفسي، نفسي أمارة بالسوء تأمرني في الدنيا بالشهوات، وتأمرني باتباع الشهوات، وتأمرني بنسيان الآخرة، تأمرني براحتها، تأمرني بالتلذذ والنعم بما في الدنيا، وتنسيني الآخرة. فاللهم إني أعوذ بك من نفسي، أعوذ بك من شر ما صنعت، من شر ما صنعت نفسي، فأنا الذي عصيتك وأنا الذي أذنبت، ولكن في حق نفسي، في حق نفسي يا إلهي خالفت أمرك، أمرك الذي يحميني ويحفظني من نفسي. فاللهم إني أعوذ بك من نفسي، أستعين بك على طاعتك، وأعوذ بك من نفسي التي بين جنبي، فلا حول ولا قوة لي إلا بك، لا حول لي عن معصيتك، ولا قوة لي على طاعتك إلا بك يا ربي، لا إله لي غيرك، لا حول ولا قوة لي إلا بك، أعوذ بك من شر نفسي، اللهم إني أعوذ بك من نفسي. أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبوء بنعمتك علي، أبوء أن كل نعمة أنا فيها هي منك، وأي نعمة أنا فيها أو في أحد أو بأحد من خلقك فهي منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فأعترف أن الطاعة منك يا ربي، وأبوء لك بذنبي، أعترف أن كل معصية وكل مخالفة لأمرك ونهيك هي شر من نفسي لنفسي، وإنك بريء منها يا ربي، وأن ذنبي من نفسي، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، ولا إله لي غيرك، ولا حول ولا قوة لي إلا بك، ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فاعصمني من نفسي يا ربي، واحفظني منها يا ربي. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنت ربي وأنت إلهي وأنت خالقي وأنا عبدك، معترف بفضلك علي من الطاعة، ومعترف بذنبي إليك من المعصية، وإني طالب منك وحدك وراجل منك وحدك أن تغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وإني لست في حاجة إلى أحد غيرك، ولست أحتاج إلى مغفرة سواك، فإني لا أخاف غيرك ولا أرجو مغفرة أحد سواك، وإني سأهلك إن لم تغفر لي وترحمني، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي يا غفور، فاغفر لي يا خالقي، فاغفر لي يا إلهي، فاغفر لي يا ربي،
فاغفر لي يا من أنعمت علي بالنعم، فاغفر لي يا من رأيتني وأنا أعصيك، يا من سترتني وأنا أعصيك، فاغفر لي فلا حول ولا قوة لي إلا بك، وإني هالك لا محالة إن لم تغفر لي، وإني في غاية الحاجة إليك وفي غاية الذل إليك يا ربي، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأنت الغفور. من يغفر يا ربي إن لم تغفر أنت؟ من يرحمني إن لم ترحمني أنت؟ من لي غيرك يا إلهي؟ إخواني في الله، هذه الكلمات، هذا الدعاء، من قاله إذا أصبح وهو موقن به فمات من يومه فهو من أهل الجنة، ومن قاله إذا أمسى وهو موقن به فمات من ليلته فهو من أهل الجنة. فيا لعظيم الأجر ويا لعظيم الثواب، ولكن بشرط أن تقوله موقنا به اليقين. هذه الكلمات ليست كلمات تردد على اللسان، إنما هي كلمات نابعة من قلب، قلب عبد سلم لله عز وجل وأيقن به سبحانه وتعالى وآمن به سبحانه وتعالى وفوض أمره لله عز وجل، فآمن ووحد الله عز وجل توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، وخضع لله عز وجل فكان له عبدا وعبده سبحانه وتعالى قدر ما يستطيع العبد، بقدر ما يستطيع العبد، واعترف العبد بأن كل نعمة وهي الطاعة فهي من الله عز وجل، وأن كل معصية هي من نفس العبد، هي من نفس العبد وليست من الله عز وجل. فالله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وأن كل معصية هي من نفسي لا من غيري ولا من ربي، وأني أسأل الله عز وجل أن يغفره، وأني لا أسأل أحدا سواه، فلا يغفر الذنوب إلا إياه سبحانه وتعالى. هذا هو اليقين. واليقين الأخير أنك توقن بإجابة الدعاء، وتوقن بوعد الله عز وجل وثواب الله عز وجل، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فأنت تؤمن بالعهد وتؤمن بالوعد، وأنت على العهد ما استطعت، والله عز وجل على الوعد كما وعد سبحانه وتعالى. فنحن على يقين بالإجابة، فنحن على يقين بالإجابة، فنحن نؤمن بالله عز وجل. وفي النهاية كانت هذه الكلمات تبصرة وتذكرة تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعبد بها لله عز وجل، إيمانا بالله عز وجل، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر عند الله عز وجل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني رضيت بك لكمال ألوهيتك ولكمال ربوبيتك ولكمال أسمائك وصفاتك، ورضيت بدينك الإسلام لكماله بكمالك، ورضيت بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم لرضاك عنه نبيا ورسولا. فرض اللهم عني لك عبدا مقصرا لكمالك، ضعيفا لقوتك، ذليلا لعزتك، فقيرا لغناك، عاصيا يرجو رحمتك.